السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد مع محمود النجدي. أولا كل عام وأنتم بخير، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، والحمد لله إن بلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر من رمضان، وربنا يجعلنا فيه من أهل ليلة القدر، يا رب اجعلنا فيها من المعتقين ومن المقبولين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويا رب أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. تاني حاجة بعتذر لكم طبعا عن التأخير، والتأخير ده كان ليه سبب وجيه جدا، ان الوقت في رمضان فعلا كان ضيق، ولكن في أولوية لرمضان ده. رمضان ده من الأشهر العظيمة اللي أنا فعلا بحس فيها ان مزاجي فيها مختلف، وده هدف رئيسي من أهداف القناة عندنا. أنا قلت ان أنا هتكلم عن كل شيء يخلي فيها مزاجنا حلو، وفعلا رمضان ده من الأوقات الزمنية اللي بتخلي فيها الواحد مزاجه حلو سواء في الأفعال أو في الأعمال. عشان كده انا انقطعت الفتره دي لان الوقت فيه كان مشغول جدا، وعايز اقول لكم ان احنا عايزين نخش في الموضوع على طول، لان موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه اللي ابتدينا فيه الكلام عن المزاج الكويس اللي هي العطور. وعايز اقول قبل ما اتكلم في اي حاجه ان كل العطور اللي انا اتكلمت عنها من اول ما فتحت القناه تقريبا بقالي شهرين لغايه النهارده هي من مالي الخاص، ومفيش شركه انا اتعاقدت معاها ولا اتعاملت معاها، لان في بعض الناس سالتني عن مصدر اقتناء لهذه العطور. وطبعا معظم الشركات اللي احنا بنتكلم عنها دي هي اصلا اكبر من انا اعمل لها دعايه، فكنت حابب بس اوضح عن الموضوع ده. فتعالوا بينا نخش في الموضوع على طول. النهارده هنتكلم عن طقم العود الازرق من العربيه للعود. طبعا احنا هنتكلم عن عطر جميل ومميز، وده انا اختبرته بطريقه يعني مستفيضه جدا في رمضان. العطر ده فعلا من اكتر العطور اللي جابت لي اطراءات في رمضان، لان رمضان ده تحس ان احنا شفنا فيه جميع فصول السنه. اوقات فيه كان الصبح بيبقى حر، وبالليل كان يبقى ساقع جدا، وساعات كان تحس فيه في جو ربيع، وساعات تحس فيه جو خريف. ففعلا رمضان ده كان فرصة جميلة جدا ان انا اجرب العطور بطريقة فعلا مميزة ومختلفة ومستفيضة، اعرف احكم فيها عن بعض العطور اللي انا فعلا ما عرفتش اجربها بطريقة قوية في الفترة اللي فاتت. طبعا دي احنا قبل كده طبعا اتكلمنا عن علبة العطر دي في مشترياتي من العربية للعود. العلبة عبارة عن علبة جلد كلها من ورا ومن قدام، وعلبة فخمة جدا وكبيرة جدا، لان العلبة بتحتوي على زجاجتين، الزجاج اللي فيها السلوشن بتاع العطر اللي هو اللي احنا بنستخدمه كبخاخ، وعلبة تانية فيها زيت عطري عبارة عن 24 ملي من زيت العطر لنفس العطر. طبعا دي الازازة طبعا هي فاضية، وهنتكلم دلوقتي عن العطور بتاعتنا. طبعا العلبة دي شكل علبة فخم جدا، وهي فعلا تستاهل كل قرش مدفوع فيها، ودي تقريبا من اكتر العطور اللي استخدمتها في المجموعة العطرية بتاعتي اللي فيها المكونات فيها صافية ونقية جدا. وبالمناسبة طبعا عشان الكلام اللي انا قلته في الاول عن الاقتناء للعطور بتاعتي ان هي كانت من الخاص، انا مجموعة العطرية تقريبا عبارة عن 350 عطر او اكتر، حاجات بسيطة ولله الحمد والمنة وربنا يبارك. طبعا العطور دي كلها انا فعلا اشتريتها من مالي الخاص وجربتها، في حاجات منها جربتها باستفاضة، وفي حاجات ما كنتش جربتها بالطريقة الكافية ان انا احكم عليها. ولكن الفترة اللي فاتت دي انا هتكلم تباعا عن بعض العطور اللي جربتها بطريقة مكثفة في رمضان، لان كانت فرصة جيدة جدا ان انا فعلا الوقت اختلف والجو اتغير فيها اكتر من مرة. نرجع تاني لموضوعنا في علبة او في زجاجة عطر العود الازرق. العلبة شكلها جميل جدا في منتهى الشياكة، ومعموله بطريقه فخمه جدا، ومعرفش هي معموله كده بتدرج، تحس من فوق لونها ازرق ومن تحت لونها اصفر، ولكن اعتقد ان السائل لونه اصفر، ولكن هم عاملين الكلام ده عشان يضفي عليها شيء من اسم العطر اللي هو العود الازرق. طبعا معموله بطريقه جيده جدا، الكاب قوي جدا، ومعمول هنا كلمه العربيه العود مطبوع على الجزء السفلي من العبوه، والكاب قوي فعلا، ممكن تلاقي فيه علامه العربيه للعود في ظهر الكاب. طبعا العطر ده انا اتكلمت عنه بطريقه بسيطه، ولكن العطر ده فعلا جميل جدا. انا سبب اشترائي لهذا العطر، انا لما كنت في محل العربيه للعود البياع قال لي جرب العطر، فانا بحب اجرب العطر باستفاضه، وكان من بعض الاخطاء اللي انا عملتها ان انا ساعات كنت بجرب اكتر من عطر في نفس المكان، وده ما خلانيش اعرف احكم على اي عطر. وده كان من اول التجارب اللي انا جربت فيها العطر ده لوحده، وحطيته لوحده وقلت ان انا هتمشى شويه في المكان اللي انا كنت فيه، وبعد كده ارجع اشوف هعرف اشتري العطر ولا لا. طلعت من العربيه للعود ورحت داخل محل مزايا، طبعا محل مزايا مليان عطور. اول ما دخلت البائع بيقول لي يا فندم انت ريحتك جميله جدا، وفعلا ريحه مميزه انا مش شميتهاش من زمان. طبعا لما بياع يكون في محل عطور زي مزايا بيبيع عطور عالميه قويه جدا فيها كل الماركات العالميه ويقول كده على العطر، ده خلاص اداني انطباع ان العطر انا حاطه ده فعلا عطر مميز وان شاء الله هشتريه. فده كان سبب شرائي لهذا العطر. وطبعا فعلا العطر ده انا لاحظت فيه الكلام ده لما كنت بستخدمه، كنت بخش المسجد مكان كله ناس مصلين حاطين عطور باختلاف اشكالها، وكنت بحس ان انا بدخل اطغى على جميع الناس، وفعلا كتير ناس سالتني وهي بتصلي جنبي ايه العطر الجميل اللي انت حاطه ده،
فعلا بيدي حالة مزاجية جميلة. والعطر ده تحس ان هو صعب، يعني مكوناته تقيلة جدا وافتتاحته قوية جدا، ولكن ببساطة وبسرعة بترجع تخليك تحس بريحة جميلة، نسيم فعلا رائع. انت ما حسيتش بالقدر من الصفاء ده في اي عطر من العطور اللي عندك. العطر ده على موقع العربية للعود كاتبين ان هو عطر شرقي يستخدم للجنسين. طبعا هو ريحته فعلا جميلة جدا، ولكن انا من استخدامي لهذا العطر اعتقد ان هو صعب ان في حد يستخدمه من النساء، لان هيكون ريحته فعلا قوية شوية في الاول، ولكن لما بيخف بيكون مستساغ. فانا شايف بصراحة ان هو يفضل للرجال اكتر. طبعا العطر ده يعني انا عايز نستخدمه مع بعض عشان انا حابب ان انا ادخل في الحالة المزاجية الجميلة اللي انا بحسها لما بحط هذا العطر. طبعا البخاخ باين قد ايه هو قوي وجميل، ويعني فعلا اديله اكتر من ممتاز. طبعا ريحه جميله جدا فعلا، اول ما بتشمها بتحس انك انت شميت ريحه عود تقيل جدا، لان انا دلوقتي زمان كنت مش عارف افرق بين العود الكمبودي والعود الهندي. هو قريب من العود الكمبودي، لكن ده ريحه العود الهندي بعد ما استخدمت العطر ده خلاص بقى ليه بصمه كده عندي فعلا معروفه. هو فعلا بدايته قويه جدا، ولكن اول ما تخف وهي بتخف بطريقه سريعه، يعني في خلال 5 دقائق كده بتحس انك انت دخلت في الريحه الجميله بتاعت هذا العطر. طبعا العطر ده مكوناته قويه جدا، في العود الهندي النادر، وفي من المكونات اللي هم كاتبينها اريج البخور الاسود واريج البخور الازرق. واعتقد دي ان في بعض الاخشاب، اخشاب العود اللي لما بتحترق بتطلع بعض الزيوت العطريه اللي هم ضافوها في هذا العطر. وطبعا في خشب الصندل وفي خلاصه الزعفران الابيض ودهن العود. طبعا شايفين المكونات كلها قويه وجديده جدا، ولكن العطر ده ابهرني في استخداماته. ينفع يستخدم في جميع الفصول لانه فعلا ابهرني في استخدامي ليه في رمضان، وكل الاوقات اللي كان فيه الجو بيتغير كان بيدي فعلا رائحه مختلفه. والعطر ده بالمناسبه مش خطي، يعني هو انت في الاول بتحس برائحه، كل ما يهدى بتحس بريحه جميله مختلفه، ولكن هو ليه كده بصمه معينه فعلا تحس انك انت حاجه فيها فخامه كده، حاجه غاليه. يعني فعلا العطر ده مكوناته نقيه جدا لدرجه انك انت بتحسها فعلا في استخدامك ليه. وطبعا اللي حس الكلام ده الناس اللي بتستخدم عطور كتيره جدا، فهتعرف قد ايه العطر ده فعلا مميز ويستاهل كل جنيه اتدفع فيه. دلوقتي هنتكلم عن العلبه التانيه اللي موجوده في طقم العود الازرق، وهي علبه الزيت العطري اللي موجوده. طبعا العلبه بتاعتنا دي عباره عن ايدو بارفوم، دي بقى كونسنتريتد بارفوم. طبعا دي لما استخدمتها برضو عباره عن انك انت لما بتحطها على ايدك وتستخدمها، طبعا هنستخدمها دلوقتي برضو مع بعض، انت طبعا بتروح حاطط كميه بسيطه منها لان هو فعلا تقيل جدا. دي الطريقه الصح المفروض للاستخدام، يعني انا بحب استخدمها بالطريقه دي لان في بعض البياعين قالوا لي انك تستخدم بطريقه معينه. انا بحطها هنا على ايدي واروح ماسح كده مسحه، بحط هنا ناحيه ورا ودني وورا ودني التانيه، وبكده امسح على اللحيه. طبعا لو واحد تاني يعني ما عندوش لحيه ممكن يمسح كده بظهر ايده على القميص من الناحيه دي من الناحيه دي. انت عباره دلوقتي ايدك والناحيه دي انت ماشي طبعا بمجموعه او هاله عطريه من البخور من العود الهندي النادر. فعلا الريحه بقت واضحه جدا، تحس انها بقت يعني متفجره في المكان. يعني لو في ناس متخيله ان استخدام الزيت العطري مش قوي، او يعني في ناس ما بتحبش تستخدم الزيت، هي دايما بتحب الموضوع الاتومايزر ده او البخاخه، بتحس ان هو افضل ليها او اسهل لها. لا، ده في ليه متعه خاصه فعلا، بتحس انك انت لما بتستخدمه بتبقى كده يعني في طابع خاص لاستخدام الزيت العطري. فانا فعلا لما استخدمته احيانا استخدمت ده في يوم وده في يوم تاني، حسيت ان ده كان برضو اداني انطباع مختلف عن البخاخ. يعني هو فعلا كونسنتريتد قوي، واداني كده تحس ان انا ماشي فعلا في وسط حاله من يعني في بخور ماشي، انا ماشي بمبخره ماشيه حواليا. طبعا حجم العطر ده الازازه السولوشن عباره عن 100 مللي وده 24 مللي. طبعا هو ده يعتبر غالي شويه، فهو يعتبر الاثنين مع بعض عرض، يعني هما الاثنين لما اتحطوا مع بعض اتحطوا كعرض. سعر الاثنين مع بعض دلوقتي في العربية للعود عاملين عليه خصم طبعا 50%، هو ب 1400 ريال بقى ب 700 ريال. وطبعا سعره بالدولار تقريبا عبارة عن من 180 ل 185 دولار بعد الخصم. فيعتبر انا شايف ان هو ممكن يكون غالي شويه، بس فعلا هو يستاهل الفلوس بتاعته. هو فعلا عطر راقي جدا، واستخداماته فعلا حسسني ان انا ده هيبقى من الاولويات بتاعتي في اي مجموعه عطريه هعملها ان شاء الله تباعا، احطه من اوائل العطور اللي هنحطها في اي مجموعه من العطور المميزه اللي عندي. ما اعتقدش ان العطر ده ليه اي بدائل متاحه في السوق، ولو في حد استخدم العطر ده وشاف ان الريحه بتاعته ليها بديل تاني يا ريت تكتب لنا في الكومنتات، وانا هحاول اجيب البديل بتاعه ونعمل مقارنه بين الاثنين. فانا تقييمي لهذا العطر تقييم عالي جدا، 9.5 من 10، وده تقييم انا ما بديهوش لاي عطر بسهوله، فالعطر ده فعلا يستاهل اكتر من كده. انا كده خلصت كلامي عن العطر ده، وانا ما كنتش حابب اطول في الفيديو ده بعد الانقطاع اللي فات، ولكن انا فعلا حاسس ان كنتوا فعلا وحشتوني، وان شاء الله الفتره الجايه هيكون عندي مفاجآت كتيره جدا. هنبدا نعمل سلسله بدايل
عطور تمنها قليل ولكن بتحاكي عطور عالميه كتير، لان شايف ان الفتره اللي احنا فيها دي لازم تستوجب ان احنا نتكلم عن الموضوع ده هو. وان شاء الله هنمسك برضو العطور اللي احنا اللي انا استخدمتها بكثافه في رمضان، واعمل عنها فيديوهات يعني منفصله لكل عطر. وانا بصراحه حاولت ان انا اكثف استخدام العطور بتاعت العربيه للعود، لانها كلها عطور سعرها يعني يعتبر مش رخيص، وهي عطور غاليه. وفي ناس كتير جدا كتبت لي في الكومنتات ان هم عايزين يعملوا مراجعات مثلا عن عطر سلطاني او عطر الربان او عطر مضاوي جلد، وفعلا العطور دي كلها اثبتت لي ان هي فعلا جميله جدا لما استخدمتها بطريقه فيها نوع من انواع الصبر كده، عشان اعرف فعلا اقيم العطر بهدوء وان انا فعلا اديله حقه مظبوط. اتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده، وفعلا وحشتوني، وان شاء الله الايام الجايه يكون فيها معانا مفاجآت كتيره جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.